لقينا أوه بو 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 التوب ون والله العظيم التوب ون ورق حمام وحاطط فلسطين حاطط ورق حمام ولا وتوب ون كمان يسم والله ما حد بربيك غيري وبعلم العراق بدي اورجيك علم العراق شو راح يسوي فيك اليوم يا رب شباب بدها تركيز كثير هاي مش تركيز عادي صراحه بدها تركيز كثير بس ان شاء الله انها لنا اذا بتتوقع انها لنا وابو غازي قد احط الان لايك بس التوب ون هذا يا الربع التوب ون شقع بقع يا رب يقع شقع بقع يا رب يقع لاني حاسس حالي هسه راح ابلع انا حاسس حالي والله عادي. في احساس بيقول لي راح ابلع ابعد يا الله شو انك خواف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا لا يا رب اكبر اكثر من هيك يا رب اكبر اكثر من هيك اذا ما اكبر اكثر من هيك راح ابلع يا رب اكبر لا لا الحمد لله والله العظيم اني صافيه اكثر من هيك نيه والله العظيم اني صافيه بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوان والله العظيم ما لحقت احكي مقدمه الله يسعد لي اياكم منورين جميعا من وين ما كنتوا بتتابعونا غبت عنكم بعرف لا تنسوا اللايك لا تنسوا الاشتراك واتمنى لكم ان شاء الله مشاهده ممتعه واعتبر انه المقطع الان بلش بسم الله الرحمن الرحيم اخوي الجزائري دير بالك على حالك يعني دير بالك فانت فاهم علي ها دير بالك وخليك بعيد عني عشان انا اعرف اتصرف مع هذا قاهرني يا زلم لابس حطت طلع شو لابس طلع الحطه اللي لابسها بتعرف اذا لف ورجع ولحقني يا زلمه تارك كل هالناس اللي بالسيرفر والله عارف انه هذا انا هو عارف انه هذا انا لاني انا انا مجننهم انا مدمرهم انا مش مخلي لهم اشي مش معطيهم مجال فطلع كيف تارك كل الناس وانا حجمي هالقد ما راح يستفيد من لوتي تارك كل الناس ولحقني ارحب يا اخوي الاماراتي ولابس طاقيه الامارات ارحب ساره كمان ساره هاي صح والله ما خبني ظني ساره هاي بتعرفني ترى بس لا هاي يعني بتكون معي باغلب الاحيان طلع تارك كل العالم طلعت فوق نزلت غيرت رايي نزل ولا لا ما نزل الحمد لله شوف طلع تارك كل السيرفر بس بده اياني ولا بدي اياك انت بدك اياني وانا بدي اياك ونشوف مين بده يلقم الثاني انا بدي اشوف اخوي مالك يا زلمه مشان الله يا زلمه في ناس بتحبك وبتكون معك بس والله هي بتخرب عليك هي ما بتكون معك يعني والله بتضايقوا بالله عليك بتعطيني مجال والله العظيم بتعطيني مجال يا اخوي الاماراتي وما عليك اترك الطابق اوثق في اخوك ابو غازي القوه يا ربعي يا الاولويه مش الي المشكله صعب الهيد شوت من هون تعال نحاول نلف ايوه طلع مكمل معي ولكن قاعد بضايق علي مكمل معي وقاعد بضايق علي لا هيك لا هون ما عندي اولويه لا 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 لا, لا, لا. شقع بقع يا رب يقع لا شو يا زلمة هذا اوكي بس الثاني ليش يا قوتك يا شقع بقع اي واحد بتوقع وانت بعدك مش حاط لايك واشتراك ليش انت ليش هسه فهمني ليش بعدك مش حاط لايك ولا اشتراك ساره ايش بدك تعمل يا ساره فكينا من هبلك ساره بو لوت امشي يا ماوس مالك معلق يا زلمه سبيد ورق حمام قاعد بلوت قدامي وقاعد يكبر قدامي راح استغرق قدامي وقدام الناس هسه اصبروا علينا كيف بتحبوا يبلع بعرفكم بتحبوا الغسالة ابعد ابعد ابعدوا كلكم ابعد اخوي السوري مالك يا اخوي ابعدوا كلكم اتركوا لي اياه بصير ما حد يتدخل بدي اغسله بصير لا من هون صعب يروق ابو غازي شوي نضحك عليه بدعمل حالي رحت يا رب يلف ويرجع ما عنده مساحه برجع بالعقل يا سلام عليك يا ابو غازي بتضلك ماشي زي هيك يا ابو غازي بتغسله وبنتهي الموضوع يا ابو غازي ليش معصبين وليش بعدك مش حاطط لايك ليش بعدك مش مشترك ليش بعدك مش عامل فولو ليش عامل مش عامل كل هذا شو بدك احلى من هيك متعه شو بدك احلى من هيك قصص بتصير قاعده مع ابو غازي يا سلام عليك بس انغسل بعرفكم بتحبوا الغساله ابعد يصفر انت حسك معه مش معي بالله عليكم ما حد انا لما اقول ما حد يتدخل لما اقول انا انت بعرف انكم بتحبوا الغسيل بغسل لكم هاي بلش يتحالف حلو اتركوني اعطوني مساحتي اعطوني اموري الله يرضى عليكم اعطوني خصوصيتي عشان اعرف اتفاهم معاه حلو بيني اعطوني خصوصيتي بدي اعرف فاهمين علي شو بدي اعرف لازم تحترموا الخصوصيه يا الربع خلص ما عليكم عندي بدكم تكونوا مبسوطين صح عندي ايش بدك تعمل هيك احلى شباب مش انا ما بدي بس غسيل هيك احلى يا الربع والله العظيم هيك احلى هيك الذ بدي افاجئك فيها هيك احلى يعني هيك بتضلها متعه بس انا بدي اطلب منك شغله حط لنا لايك بس لا تنسى اللايك لا تنسى الاشتراك لا تنسى الكلام الحلو بدكم اشي احلى تعالوا نعملكم اشي اوه عامل حاله هيبي وحاط لي وجه اسد وقصص لوت روح لوت ما انا راح لوتك بالاخر لوت لي فيش حد راح يبلع غيري لوت لي يلا كنس لي كل المنطقة يلا ايوه انا بديش الوت بدي حدا يلوت لي لا ابا جي لو برعت شو كان صار فيي كان صبتني جلطة الان كان ابصر شو كان صار فيي لوت كله راح يجي هسه انا راح اخذه لوت انا واخوي السوري اللي جنبي راح نلوته لوتوا ما عليك اخوي السوري شكلك بلشت تفهم علي اخوي السوري زنك من عندك زنك اوه دير بالك اخوي السوري هذا شكله حيو دير بالك خليك مصحصح بالله عليك اخوي السوري خليك مصحصح نقدر نبلع بس خليك مصحصح يا ريت لو اخوي السوري بيسمعني والله لنبلعه بثاني لو بيسمعني
بس ما بيسمعني المشكلة، ما بيسمعني. يا ريت لو بيسمعني، بس لو يعرف يلحم زي الخلق، يلحم يلحم بغل. تعال بس خلص، ها راح خذ السوري، خليني انا معه، انا معه. وين راجع؟ وين راجع؟ وين راجع؟ وين ما تروح انا وراك، والله اللي ظني وراك. اذا بلعت راح ظني وراك، اذا نزلت راح ظني وراك. ايه اخونا السوري الثاني واحد صغير، اخوي السوري، اخواننا السوريين، اخوي فلسطيني. شباب بالله عليكم، بالله عليكم، انتوا قاعدين تخربوا علي، ترى مش قاعدين تفيدوني. حلو اخوي السوري لاحم، حلو 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 ممتاز. الحم يا ابو غازي، الحم برواق، الحم بتكتيك. يا سلام، وينك يا السوري؟ وينك يا السوري؟ وينك؟ وينك يا السوري؟ والله العظيم كان بلعناه، والله كان بلعناه يا زلمه. والله شباب لا تنسوا اللايك، لا تنسوا اللايك. بعدك الان، لا لحد الان بعدك مش حاط لايك، ليش؟ بس فهمني ليش، بس فهمني ليش. تعال يو يو ابن اللعب، ابن اللعب. والله بلعب. تعال خلص خلص خلص، نهايتك الان، نهايتك الان علي وعلى ايد اخوي السوري، نهايتك الان علي وعلى ايد اخوي السوري. روح لكم اخوي السوري. ليش اذا مالك، اذا مالك يا اخوي السوري، مالك؟ ركز، فضحتنا الله. مالك يا زلمه، مالك؟ خليت هذا هذا يبلعك. ركز ركز يا حرام يا اخوي، تحمست زياده، انت تحمست زياده. خشله هيك، ما عندك اولويه يا زلمه، اذا ما عندك اولويه مش مشكله يا اخوي السوري. ان شاء الله انك تشوف هذا المقطع، اتعلم كيف تبلع ورق الحمام عن طريقه ابو غاز، اتعلم. هسه بورجيك. معلش يا اخوان، معلش صراحه بدكم للحق، ورق الحمام هذا بلعب الصراحه، بس بلعب على حاله طبعا، مش علينا احنا، لما نتدخل بنتهي الموضوع. بس هو بلعب، هو مش يعني مش واحد هيك حي الله بلعب. بالنهايه ابو غازي اللي قاعد يلعب، بدك تعمل هذا الحساب. هسه بطل في مكان يلحم فيه، بس احنا عندنا تكتيكاتنا. انا مش مفلته اخوي اللبناني. قاعد تغسلني، تغسلني مع ورق حمام يا اخوي اللبناني؟ مالك ترى والله العظيم مش حلوه، والله العظيم مش حلوه، لا تضايقني. الله يرضى عليك. اكس 5 هسه ان شاء الله راح يبلع. اكس 5 هسه بدي احاول احتك فيه عشان الوته. يا رب يا رب يا رب. ايه هذا هو بدي احتك فيه كمان. ما بتسترجي تقرب علي اكثر من هيك. خلاص تركت لف معي. طب واجيني، ليش عمل مسافه بيني وبينك؟ انا ملزق فيك واج قرب. والله ما بسترجي يا زلمه، والله ما بسترجي. شباب اكتبوا لي من وين بتتابعوني، بالله عليكم ما حدا يوقف، الكل الان يكتب من وين بتتابعوني، الكل. ابعدي عني يا ماري، يا ماري بحياه امك يا ماري، يا ماري انت هاي ماري والله العظيم ما هي طبيعيه. شفتوا يا اخوان؟ شفتوا اللي عاملين لحالهم تحالف؟ خربت علي. هاي واقفه مع ورق الحمام، ماري واقفه مع ورق الحمام والله. بس عادي يا ماري، عادي. والله لو كل السيرفر يتحالف ضدي وفي ورق حمام ما ببلعوا غيري، واذا هسه ببلع راح ارجع له، واذا تحالفتوا علي وبدكم تبلعوا لي راجع له، وانا بعرف كيف ابلعه. اتركوا الباقي علي، ما حداش يقرب علي يا اخوان، اعطوني مساحتي، اعطوني مساحتي، لاني بدي اياه هذا بموضوع. بتعرف الموضوع اللي بدي اياه فيه صح؟ الكل بيعرف شو الموضوع. بس سيبوا لي مساحتي وسيبوا لي اموري. لا 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 يا رب ما يحتك بحدا، يا رب ما يحتك بحدا، انا اللي ببلعه، انا اللي ببلعه. بدي احاول، صعب الغسل، صعب كثير. هو لاحم على كثير ناس، فانه انا اغسله يعني زي ما تقول شبه مستحيل الغسل له، شبه مستحيل. راح العب معاه برواق شباب، راح العب معاه فرواق وفي حداقه، لانه صراحه احنا على الخط والخط بخوف، ما بيكون في له اولويات. فانا لا بتلعب معاه برواق. ايه هبيلي، ولك انت، ولك انا عمك بدك تبلعني هيد شوت، ولك انا ولا مره بلعت هيد شوت. ولك انت صاحي، صاحي نايم قاعد واقف بتزقف بتزحلق، مالك قاعد تواجه ابو غاز؟ اصحى اصحى، تبلعني هيد شوت، تبلعني هيد شوت. شباب وين اللايكات؟ شباب انا ابدعت اليوم، والله العظيم انا اليوم ابدعت. اللايكات وين؟ اخونا المغربي بدك اللوت صح؟ تعال يا اخوي المغربي تعال، والله تستاهل. تعال قرب 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 اخوي المغربي قرب، لا تستحي قرب، خذ لوت لوت. لا ورق حمام من وين طلع هذا قاعد يلوت؟ صافر في خالتي ليش؟ صافر لوت يا زلمه، لوت يا زلمه، ورق الحمام اخذ اللوت، لوت 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 لوت. نهايه تعيسه، اتعس نهايه في حياتي. بس انا ابدعت والله، ابدعت يا زلمه، بتعطي اللوت روح طلع. من وين طلع هذا؟ والله ما كان مبين. اخوي المونتاج ارجع لي بس باللقطه، لانه جد انقهرك، ما شفته كيف يعني. اخوي المونتاج ارجع باللقطه وورجينا كيف كان صغير وانا ما كنت منتبه عليه وكيف لوت هيك بالعرض البطيء يعني، فاهم علي؟ مش منطق، ضايقني والله العظيم ضايقني. حب كبير لكم يا حبايب قلبي، الله يسعد لي قلوبكم. ما بتتخيلوا قديش بحبكم. اسف اني انا يعني السبت الماضي ما نزلت دودي ولا السبت اللي قبله، حكم علي. راح نرجع ننزل لكم دودي بانتظام باذن الله تعالى. ما بتتخيل قديش بحبك، الله يعطيكم لحتى يرضيكم. ان شاء الله ابو غازي دائما بكون عند حسن ظنك. لا تنسوا تحطوا لنا لايك، اشتراك، كلام حلو. ان شاء الله في لقدام اشياء حلوه، بوعدكم وعد، في اشياء كثير حلوه راح نسويها لقدام. بحبكم جميعا كمان مره، وبنشوفكم ان شاء الله في مقطع اخر. سي يو.